الاصل عاش العمر طيب ودفا همزة وصل بين المحبة والوفا الاصل عاش العمر طيب ودفا همزة وصل بين المحبة والوفا غالي الشرف غالي بنموت كرماله سقف الوفا الشهم ما بينشر بمال الدنيا وقت الظلم مثل الصخر ما بينحني الشهم ما بينشر بمال الدنيا أنا غلطت وغلطت كتير. بشو غلطت ابن عمي؟ ما كان لازم نرفض عصمة. إيه لا مالك غلطان، ميت واحد بتمناها لبنتنا. ولك حاجك جنان بقى، حاجتك جنان، مين بيتمناها؟ عليم الله ابن أخي اللي كان قاتل حاله عليها هلأ بعد ما يشوفها ما بيقبلها. الدكتورة قالت أنه رح تطيب. رح تطيب؟ بس إمتى؟ وقديش بدها ليرجع وشها مثل ما كان؟ شو عم بتفكر؟ فكر انه دكتورة انطوانيت وعصمت والله بيسوا تقلن دهب. ابن عمي ليكون في شي بين عصمت والدكتورة انطوانيت، يعني شي ما بيريده الله. ولك حرام عليكي، ان بعض الظن اثم. اي ما حكيت شي ابن عمي، شبك؟ لك الدكتورة هي بذات نفسها بتقول مثل ابني، وهي فعلا بعمر امه حاجته تطشي وتلعشي. تصبح على خير.
شلونك يا دكتورة؟ يا أهلا وسهلا. إن شاء الله بخير. الحمد لله كتر خير الله. إيه والله الحمد لله. بحب طمنك إنه أبو سينا أفضل. هلأ صارت تنسب الأشياء بإيديها. ووشها كيف وشها؟ الحرق عم ينشف بس بده وقت كمان شوي لحتى يروح الجلد القديم ويطلع جلد جديد. يا رب دخيلك دكتورة. نعم. هذا الصندوق أنا اشتهيت لك يا وأم النور اشتهت لك قطعة حلم معك. يا سلام بروكار. بروكار هذا البروكار شغل نول عنا بالحارة. أنا بموله وبخيط الذهب وأبوه للدكتور عصمان بموله بخيط الفضة. رائع رائع يا أبو النور، أحلى هدية بتجيني. طيب احكي لي كيف يعني خيط ذهب وخيط فضة؟ البروكار الشامي بتقلب من ثلاث خيطان كل واحد لون. أنا بموله بالخيط الذهب. يعني هو بالأصل خيط حرير؟ أنا خيط حرير طبيعي منجيبه من نواحي دريكيش وبعدين منبعته على حلب منعالجه، يعني بيغطسوا هذا الخيط الحرير بمية الذهب بيصير ذهب. الله يعطيك العافية. إذا سمحت بدنا نسألك سؤال. تفضل. الدكتور عصمت وين منلاقيه؟ ولا ما عم شوفه. إن شاء الله بالطقط إيه بنص نقرتي. اسمع سعده الله يعطيه العافية. الله يعافيك. الدكتور عصمت وين منلاقيه؟ والله ما شفته اليوم. ما شفته. إيه شو عالي؟ سعده؟ إيه والله سعد أنت بطابق الفواني وأنا بسأله. نطع نفسي يلا ننت علينا. عارفينا وين الدكتور سعدو؟ وين الدكتور عصمت؟ والله مو موجود. أنا معك دكتورة، لازم ناخذ رأي البنت، بس بركي البنت ما بتعرف مصلحتها. بدي جاوبك بسؤال. تفضلي. أنت كيف بتشوف بنتك؟ يعني البنت بتعرف مصلحتها ولا غبية على قد حالها بسيطة؟ بنتي ما في مثلها ولا في أذكى منها وما في أحلى من حكيها، كل أهل الحارة بيحكوا عليها. تمام، معناتها لازم بوسينا توافق على مستقبلها. دكتورة هلا أنت كوني محلنا أنا وأم النور، إذا ما حبيتي أهله للشاب بتجوزي بنتي؟ هلا أنا بصراحة بيهمني الشاب نفسه. شوف أبو النور، البنت بتختلف عن الشاب. هلا بالنسبة للبنت أنا إذا شفت أمها وعجبتني باخذ البنت على بياض، بس الشاب يختلف. بعدين عصمت كل الناس بتشهد له انه هو رجال وشهم وعنده موقف. طيب هلا نحن رفضنا شو نعمل؟ عصمت شو عصمت؟ انه بطل يعني غير رايه؟ لا ابدا ما غير رايه وبيموت ببنتك كثير. شو لك؟ مالي عرفانة كيف بدي أوصل له. وين الحلف ليش؟ هذا أنت هو؟ ليه سعدو؟ ما خليت محل وأنا أفتل عليه وما كنت لاقيه. الله يحرمنا الدكتورة. خير أمر. دكتور عصمت وين منلاقي؟ دكتور عصمت ما عم يجي على المشفى فلا تعذبوا حالكم. شو بأخلاقها ضيقة؟ قولوا لنشوفه هنيك. الله لا يحرمنا الدكتور. ليه؟ عم نسأل عن الدكتور عصمت وين منلاقي؟ شو بيعرفني وينه عصمت الزفت؟ بس تلاقوه خبروني. من تعلينا؟ أوف من تعلينا؟ شو عم تشفتر علينا ها؟ في دواء للحردبة؟ كيف بقى؟ بقى
زعيم؟ يا زعيم؟ خير طاووس شو في؟ غزال؟ شو بو غزال؟ ليش عم تحكي بالقطارة؟ شو في؟ لحق سعده كريم يا باطل؟ الحالي لألك الحالي. Thank you.
اهلا وسهلا. قربم سعدو كريم. صمتنا يا كلب. لك مشنوك شو نعمل لك فيه معلم؟ يا ولاد ما صامت ولا صلت. يا واطي شاهد على روحك النزه شاهد. لك لا اخر مسكته يلا 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 صوت كريم المعتل. روك روح روك امتري نعم شباب لوين؟ هربوا شباب هربوا شباب. وزاري كثروا علي يا همشري. ايه ايه خلص ما تحكي ارتاح ارتاح يا باطي ارتاح ارتاح ارتاح. انا مالك انا مالك انا مالك يا روح. يا عصمت عصمت يا ميم عصمت تعال ساعدني تعال خسان. لك شو صاير معه؟ كثروا علي الشباب شوي شوي سطحوا بعدين بتحكي لي سطحوا. مين هدول؟ غدار غدروني 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 على البواقع. يا عمي من جرحه كثير غريب بده مستشفى. عم يدبر مش هقوى دبر. تعطيش تعطيش انت شو بقدر اعمل؟ خليك فايق لا تنام. ان شاء الله يا دكتور. شربوني مي شربوني مي. لا تشربوا لا تشربوا. لا تخاف دكتور مشان الله يا دكتور. يا عمي هذا جرحه غريب كثير بده مستشفى ما بقدر اعمل له شيء. عمي لبين ما نطلع على المستشفى بكون صفي دمه وزقته. لا حول ولا قوة الا بالله. رح شوف شو بقدر اعمل. كثر من هلأ يا دكتور. خلاص سكوت سكوت لا بقى تحكي. الله يكسر ايديه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه شباب شو صار لكم؟ شو في؟ فارق دوزاكم؟ شبن قبضايات الحارة مخستكين؟ والله ما بعرف. شايف لك ياهم مغبرين. هنائي حكينا شو صاير معاكم؟ يا سينو كأنك عم تخبص بالفصة. شو بنا قايم التكلفة؟ هنائي حاف اسمه الزعيم هنائي. أيوة صغيرة يا شباب صغيرة وما خليناها تكبر. شوية حرامية على السرسرية كان بدي يسرقوا بستاني بالمليحة. شو هالحكي؟ بالظاهر كتار والله بيطلعوا لهم شي هيك 50 نفر ضربونا وضربناهم. يا سيدي الله لا يوفقهم وكسر ايديهم. أمانة الله يا شباب إذا عاوزين أي شيء نحن بالخدمة جاهزين. عندها نحن جاهزين. كفو كفو يا رجال إن شاء الله منرد لكم إياها بالأفراح. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام. وينك سمعوا؟ مري زعيم مثل الطير الطاير بتروح على البيت بتجيب لي لبسة وبترجع على الحارة فريرة. معلم هذول الثلاثة جايين تقول الله جايين يشمتوا فينا ويمشوا بس أنا بورجيهم وين بدهم يروحوا. صفي نيتك سعدو صفي نيتك. شو بنا؟ أخ يا معلم أخ دلالي من جمع الحاسيون. يلا يا شباب حملوا الطبل جاهز برا. كتير منيح تاخدوه على المستشفى وبتسلموه للدكتورة أنتوانيت. أنا عملت له الإسعاف أولي. شنو معي شنو معي؟ جلس معي غزال شوي 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 لا تقطع الجرح بس على الطريق. شوي شوي انا شايف وضع عزمي بيك ما بيطمن وراقه كلها صارت محروقه. بس يا جماعه نحن ما بقى قدامنا وقت نستبدل عزمي بيك بمرشح تاني وانه ممكن ينجح. تماما لذلك لازم نحط كل جهودنا ان نوفر الظروف اللي تخلي عزمي بيك ينجح. شو اقتراحك بشير بيك؟ أنا شايف إنه عزمي بيك بده تدخل قوة إلهية لينجح. لا تظلموا لعزمي. بعدين نحن لازم نراعي الظروف اللي هو عم بيمرق فيها. أما بالنسبة لاقتراحي السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً السلام. أهلاً يا بيك. شلونكم يا بكوات؟ أهلاً عزمي بيك. يسعد أوقاتكم. أهلاً عزمي بيك. أهلين. أهلاً. مرحبا يا عزمي. أهلاً عزمي بيك. أهلاً وعليكم السلام. أهلاً عزمي بيك. نبشير بيك. كيف صحتك؟ تشكر رب العالمين الحمد لله.
دكتور. على مهلكم على مهلكم. ساعدني فيها مشرف. يلا. لحظة رح نادي للدكتورة أنطوانيت. يلا خير خير غزال إن شاء الله خير. الله يعافيك يا غزال. جازيلي غرفة العمليات بسرعة. حاضر دكتورة. إن شاء الله سلامته. خير خير إن شاء الله. لا تشغلوا بالك. طول بالك غزال طول بالك. ماي. إن شاء الله عافية يا رب. دواي. دواي. أنت باستهتارك هاد راح تضيع علينا مقادير اليمارية. ما عم بيك. الله يرضى عليك بكفيك بقى تربينا بحشارك. الأمر ببساطة. وبتمنى كلكم تفكروا بالكلام اللي بدي اقوله. شلون بدي اعمل حمله انتخابيه يا جماعه وابني مطلوب ومطارد ومتخفي عن الانظار؟ لكن شو الحل عزمي بيك؟ ولا بدك المقعد ينزل عليك من السماء يعني؟ لا بشير بيك ما بدي المقعد ينزل من السماء. لكن وانا قد فرحه وعزاها للحمله كلها من اساسها. انا بقول بكل بساطه اذا بدي اعمل حمله انتخابيه رح اخسر. وباكد لكم اذا ما عملت هذه الحمله انا اللي رح اربح. وشلون صارت هاي؟ راح اعرب لك اياها. تفضل. شو يعني حمله انتخابيه؟ حمله انتخابيه يعني نكسب مشاعر واحاسيس وعواطف الناس معنا. وانا كسبانه بكل الاحوال. ليش؟ لانه معي ورقه رابحه كثير. ابني مطلوب للسلطات الفرنسيه. عرفت ليش؟ عزمي بيك نحن مو عبثا رشحناك ونحن ما قصرنا معك. يا اخوان كلام عزمي بيك في عمق واكيد انتم كلياتكم فهمتوه. فهمنا استاذ عبد الفتاح. معناته ملاحقة ابنك هي الورقة الرابحة تبعنا. هذا اللي قصده عزمي بيك. بس ما حب يقول بصراحة. عزمي بيك لازم يكون عندك أكثر من ورقة رابحة. تحسين بيك. اطمن ولا توصي حريص. اشربوا شو اشربوا. رفيقكم متعرض لضربات قاسية كتير كان المقصود فيها إنه يموتوه. في نزفات كتير داخلية إن شاء الله ما يكون متأذي منها كتير. هلا إذا بحاجة دم أنا جاهز. لا أخي مالنا بحاجة دم. إذا بدكم روحوا هلا هو رح يضل تحت المراقبة ويرد تقول لعصمة تيجي لعندي. لوين؟ هو بيعرف. بأمرك. لك عمول نروح على البيت همشري. أنا بدي أروح على الحارة أول شيء بعدين بلحق على البيت. بأمرك. مرحبا أبو زهدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين وسهلين أبو حسن شرفت. شو هي البضاعة المنزلة اللي عم تضارب على بضاعتنا؟ إيه والله يا أبو حسن نازلة قمايش جاكار معبية البلد حلوة ورخيصة. شو هالحكي؟ ورجيني هذا شو؟ ايه على عيني. تفضل شو؟ شو هالحكي؟ لك هي رسمة البرقار تبعنا هاي. مين عاملها هاي؟ مين عاملها؟ ما هي أنت اللي علمتهم عليها. أنا علمتهم عليها؟ علمت مين؟ الحج جاك. مين جاك؟ ايوه هذا الفرنساوي اللي كان يجي لعندي بذاته حتى كمان سرق الاسم. انت بتعمل بروكار وجاك عم يعمل جاكار. يا لطيف يا لطيف لك هالشغلة هاي فيها خراب بيوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عزام مرتخي.
عزام، اخوك عنده اجتماع بالكتله، اللي بدك منه شيء خلاص انا ناطره بالبيت قاعد للعصر هنيك. على عيني. خاطرك عزام. طمني كيف عصمات؟ طمني مرتخي، محمي برموش العين. الله يخليك، دير بالك عليه. لا يا أم عصمات، عم توصيني بروحي. الله معك. أهلين وسهلين يا خانو. قالوا لنا في قماش بيشبه البروكار. ها قصدك الجاكار؟ ايه الجاكار، ورجينا يا. ايه على عيني. تفضل يا دهوي. وشو بيفرق على البروكار؟ هاد ارخص بكتير، بس هذا خيط صناعي وشغل مكنه، اما البروكار حرير طبيعي وصناعه يدويه. خمس تبرون الجاكر. ايه على عيني وراسي. تأمري امر، تأمري امر. ها بسم الله، استفتاح مباركة. شلونك امي؟ الله يرضى عليك. فوت فوت. عزام، عزام. اهلين اخي خير. وينك انت؟ ما بعدت لك 100 خبر تمر لعندي. والله ما عم بفضى. طمني عصمت كيفه؟ منيح. المهم ما حدا يعرف وينه. لا تطمن، لا يكلها فكرة. لازمه شي، ناقصه شي؟ لا مو ناقصه شي، أنا عم بعطيه. لك شو أنت عم تعطيه؟ معقول الحكي؟ مسيك عطيه، وإذا احتاج أنا بعطيك. رح أفتح الباب. قل له يدير باله منيحة. طمن أخي، طمن. الله يفرج أحسن شي. يا أبو حسن تفضل تفضل. عزمي بيك. أهلين يا أبو حسن. مشت معي بمكتب ابو النور وعاوزينك ضروري ضروري. تكرم عيونك، يلا لاحق على الدعسه. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. امي كان بدي اقعد معك ومع عزام، بس مثل ما انك شايفه لازم روح شوف شغل الصبح الحاره. اخي بس كنت خبرك عن غزال. خير؟ شو غزال؟ اليوم هنائي وجماعته لحقوه على البريه وكانوا رح يموتوه، لحقته الهو. وش اللي اخذهم على البريه؟ ما بعرف، عم نستنى غزال ليصحى يخبرنا كل شيء. خير ان شاء الله. يلا السلام عليكم. وعليك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا عزمي بيك. المعلي المعلي المعلي. وحياتك ما تتحرك من رنتك، انا بقعد هون. شرف شرف محل يا عزمي. تفضل تفضل. شرفوا شرفوا استريحوا. تفضل. يلا. خير اخي ابو النور؟ شو القصة؟ والله يا عزمي بيك مصيبة كبيرة، كبيرة كثير. والمتضررين منا ثلاثة، أنا وأنت وأبو حسن. خير إن شاء الله خير. بتذكر المهندس الفرنسي جاك يلي كان ساكن بالحارة ويداوم بنول أبو حسن؟ على أساس إنه بده يعمل دعاية. إيه شبو؟ عمل مصنع قماش وسماه جاكار. شو يعني؟ قلت فيه رسمة البروكار وكسح السوق بالجاكار وبسعر رخيص كمان. بس يا جماعة بتضلوا أنتوا الأصل، لأنه خيطه صناعي وخيطكن حرير طبيعي. مبيعات البروكار نزلت للربع يا أخوان، وهلأ الطلب كله على الجاكار. وليك شو سماه؟ منشان يضرنا سماه جاكار، منشان يغش الناس ما يعود يفرقوا بين البروكار والجاكار. ايه طيب وشو الحل؟ أنا بشوف يا أخوان هاي ضربة مؤقتة، يعني الناس بعد شوي رح تقدر تميز ما بين شغلنا وما بين شغله، وبعتقد انه سوقنا رح يرجع مثل اول واحسن. ايوه يا عيني يا عيني. ومجتمعين، طب ليه ما خبرتوني؟ مو انا زعيم مثلكم وازود؟ روح لعند امك ولا اربطي جدي بالعمود. الي هالحكي يا عمي ابو النور؟ لا هي ما حبيتها منك بنوب، لانه زمان اول تحول. انا ايه الله يرضى عليك. اطلع يلا اطلع اطلع خير. اطلع كرمالك هالمرة يا خال. شري على فكرة يا اخوان، اليوم صارت خناقة كبيرة ما بين غزال من جهة وهنائي وزلمه من جهة تانية، ولو ما تدخل اخي عزام كانوا موتوه من القتل. طيب وهلأ وينه غزال؟
غزال بالمستشفى وحالته خطيرة كتير. بلا طول سيرة يا كرمو، الخمسة سكروا علي الحارة. وقفت لك هيك وصفنت لك فيهم، قلت منين بدي بلش مالي عرفان. شلون الله دب فيني القوة ما كنت أعرف، الخمسة بطحت لك ياهو. لك إذا وينك الهمشري بذاته بيهجموا عليه ما بيقدر عليهم. عم حد الله حي. وينو معلمكم ولا؟ انت معلمنا الله لا يحرده، ذاك معلمنا. لك ما فشرت انت وياه؟ هن كلمتين بتفهموا لها نائي، اذا غزال بيصير له شيء دمكم كلكم ما راح يكفيني. فهمان انت وياه؟ منكون حمير اذا ما فهمنا. درب السلامة، الله يحمينا ياك ويخلينا ياك. لك يا ابني ربك الهمشانية كلها خلقت مشانك. شلون ضبعتو؟ ليش عم تضحك؟ قالوا لي شيء دخلوا. ما بدك تشوفني لأنه وشي مشوه مو؟ رح أعملكم فنجان القهوة. أنا ما بدي أشوف وشك. الله يسامحك بس. ترجيني لشوف؟ لا إن شاء الله ما بيطول يرجع مثل قبل. طيب وإذا ما رجع؟ حتى ولو. تأكدي انه انا قلبي بحياته ما رح يدق لحدا غيرك، لانه انا بحبك اكثر شيء بكل العالم. بس انا خايفه، احيانا بحس انه مستحيل يرجع مثل ما كان. طالما انا معك لا تخافي، انا بحبك اكثر شيء بكل العالم. بشوفك احلى وحده. ارجيني ايديك لشوف. لا متحسنين كثير. الف الحمد لله. إن شاء الله بيقبروني على يوم هيك. زعيم شو رأيك نروح على القهوة نسهر نسهر كلياتنا مع بعض نشرب شاي منغير جو؟ والله يا طاووس نفسي مكابسي على القهوة، جو نكهات وضراب السخن. زعيم. نعم. شو استدلينا لك على محل أنا وكرمو؟ شغلي فوقاني ارفع شوفك. وين هذا المحل وشو فيه يعني؟ نسوان ورقاصات وشي على كيفك. من أجل لغير يوم منروح، بس من أجل لغير يوم لأنه جسمي مكسر من هذا الجحش. ايه والله كلياتنا مكسرين. خلص خلولي اياها لبكرة، بكرة منروح. اسمعوني حبيباتي، أنا مستعدة سكنكن عندي، وقسما بالله بحطكم بعيوني
بس الواحد ما بيعرف ساعة النحس امتى بتصير. يقوم حدا يدرى انه انتوا قاعدين هون. طيب شو بتقترحي؟ انا عم فكر اني اطلب من ابو النور انه يعمل الخطبة وكتب الكتاب على السكيت، وتروحوا تسكنوا بقرنة بعيدة، وانت تفتح عيادة وتطالع مظروفك. جاهزة نبلش من الصفر؟ من تحت الصفر اذا بدك. يلا قوم تيسر انت هلا، وبس يصير معك وقت مر لعندي لحتى نرتب الامور. صحيح كنت بدي اسالك عن غزال. يلي معتدين عليها حرام، ضاربينه بوحشيه. والله انا حاولت اشتغل شوي على جرحه. بعرف، شفت شغلك، برافو عليك. بس عنده نزوفات داخليه اخطر من الجرح. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب هو ما فاق من الاغماء يعني؟ فهمتي لي شو قصته؟ بكره راح اعرف شو قصته. بعت لي عمك الهمشري وانا بخبره كل شيء. حاضر، يلا ديروا بالكم على حالكم. وانت كمان. الله معك. بونجور سعادة الكابتن. اهلا اهلا دكتور عبد الهادي، تفضل. طمني، قدرتوا تعرفوا شيء عن بوسينة او الدكتور عثمان؟ حتى الان لم نعرف شيء. طيب وهي البنت اللي انتحلت شخصيه بوسينة، قدرتوا تعرفوا عنها شيء؟ ابدا، اساسا لا نستطيع ان نعرف شيء الا اذا مسكنا عصمت او بوسينة. بصراحه سعادة الكابتن، أنا بشك بدكتورة وأستاذي عنا بالمشفى إنها ممكن تكون على صلة مع عصمت وبتعرف مكانها. مين هي؟ دكتورة أنطوانيت. كلامك منطقي جدا. أساساً أنا عم فكر حتى تحت المراقبة. كتير منيح، وكمان لازم تتعاقب. تتعاقب؟ على شو؟ أمر طبيعي لأنها عم تتستر على مطلوبين. لما بنعرف انه هي بتعرف وساكتة وقتها منقول انه هي عم تتستر. على كل إن انا قلت لها وحذرتها، بس الافضل سعادة الكابتن انك تستجوبها وتوقعها على تعهد. معك حق، اعتقد انها تخفي شيء. زي ابلغ الرقيب دانييل ان ياخذ قوة ويحضر انطوانيت موجودا. حاضر سيد. أهلا دكتور. أهلين بالزعيم. وينك طاووس؟ اللي معلم. شف لي شابين جيبوا اللي عند مني لهون يكونوا معي مرافقة. الدنيا ما بنعرف شو مخبيت لنا، بدي إياهم لازقين فيني مثل خيالي، ما يتركوني لا ليل ولا نهار. لح يا زعيم، ليش نحن مو معبي العين؟ ايه بتعبوا العين، بس بدي اياهم للشابين يكون قلبهم ميت، لا وراهم ولا قدامهم. ايه مش موش. يلا امشوا شباب. شري تفضل زعيم. شو عم تسوي هون انت وياه؟ نحن هدول اللي قلبنا ميت وما نا سالين عن حدا. انا بدي اثنين قلبهم ميت، مو هن ميتين. روحوا من وشي يلا. ابن الاصل عاش العمر طيب ودفاهم، زد وصل بين المحبة والوفاء. الأصل عاش العمر طيب ودفاهم، زد وصل بين المحبة والوفاء. غالي الشرف غالي ينموت كرماله، سقف الوفاء ضميره
بالفرح ما بيقهروا كتر الحكي ولولا انجرح بيضل اقوى من البكي بالفرح ما بيقهروا كتر الحكي ولولا انجرح أخلاقك حكاية باب الأمل مفتوح وعيونك مراية طبع الشهم ما بينشر بمال الدنيا وقت الظلم مثل الصخر ما بينحني طبع الشهم ما بينشر بمال الدنيا وقت الظلم مثل الصخر ما بينحني صوت العدل علا رجال البلد قالوا الماشي بإسم الله ما في حدا يطال